من مأثور القول على كل شاب أن يكون المثال الصالح في قيامه بواجباته وفي احترامه للقوانين وفي اتباع مسلكية بعيدة عن المصالح الشخصية والعمل المتواصل بذهنية جديدة وبعقلية منفتحة هدفها الأول البناء الصحيح لإعلان شأن المواطنية الصالحة. وهذا هو بالفعل هدف برنامجنا الأول وطموحنا المستقبلي. خلونا بحلقة الليلة من التحدث ثقف الكبير نرحب بالفريق الأول عن يميني وهو فريق سي. بتعرفونا عن حالكم بليز؟ كريستيان أبو عكر يسوعي زحلة روسية. ملاك أحمد سنت فامي زحلة اس دو اس. نينا ناصر سنت فامي رياض اس دو اس. حنا أبو عديلي سنت فامي زحلة اس دو اس. أهلا وسهلا فيكم معنا مرة جديدة. فريقك؟ مارك معدة الثانوية الإنجليزية زحلة. محمد السيد عمر المختار. أمير محقر كلية الشرقية. ديما الشغوري ثانوية حاش القمر. كمان أهلا وسهلا فيكم معنا. نبدأ بأول فقرة وهي التاريخ. سؤال الأول، من موجه دعوة خطية فورية إلى النواب للاجتماع؟ رئيس المجلس صبري حمادي. صح. أول علمتين لإلكم يا حنا. السؤال الأول للكاف، ما هو الحزب الذي توحد مع حزب الكتائب خلال معركة الاستقلال؟ أي حزب اللي توحد مع حزب الكتائب بمعركة الاستقلال؟ خلص الوقت، عندكم جواب؟ نحن نجيب النجادة. صح صح يا محمد، كمان علمتين لإلكم. شوف بحب أخبركم شغلة لازم تفهموها، حزب الكتائب كان يسموه حزب المسيحية، حزب النجادة كان يسموه حزب السنة، كان رئيسه عدنان الحكيم. عدنان الحكيم أخذ مبادرة، اتصل ببيير الجميل رئيس حزب الكتائب، قال له تعال نتوحد نعمل حزب واحد ضد الفرنسيين، وكانت أول مبادرة. وقال له للشيخ بيير ترأس أنت الحزب، ترأس أنت الحزبين. منتبه مع السي. والسؤال الثاني بالتاريخ، ماذا أذاعت السلطات الفرنسية في تمام الساعة السادسة من 12 تشرين الثاني 1943؟ قرار منع التجول. صح صح يا حنا، كمان علمتين لإلك. من أين ألقى رياض الصلاح خطبة بعدما خرج من قلعة رشيا؟ من أين ألقى رياض الصلاح خطبة بعدما خرج من قلعة رشيا؟ من عشرفة منزلي. صح. شوف بدي أقول لكم شغلة، رياض الصلاح هاي اللي تعرفوها كلكم، هاي الجيل الجديد. رياض الصلاح كان رئيس وزارة، ويمكن أهم رئيس وزارة مر بتاريخ لبنان. كان مستأجر بيت برأس النبع، اليوم تحول صار مدرسة. هيدا البيت مات رياض الصلح وما عنده غيره. الناس بيفكروا أنه رياض الصلح في قصر آل الصلح، قصر الكبير يلي على الجناح. هيدا القصر الكبير ما عمره رياض الصلح، عمر بعد موته بخمس سنين، عمرت له المملكة العربية السعودية كرمال بناته، لأنه إحدى بناته تجوزت أمير سعودي خيه للملك. ما ينغشوا الناس، رياض الصلح عيش كل حياته فقير وبقي فقير، ما استعمل شيء من الدولة، بالعكس. كافي دغري جوزيف؟ يا لسي هلا هيك؟ السؤال الأخير بالتاريخ لسي، كيف استشهد سعيد فخر الدين خلال معركة الاستقلال؟ اطلع على دبابة وفجر قنبلة يدوية داخل الدبابة. صح يا حنا، كمان علمتين لإلك. بكره شي نهار عملوا رحلة على ضايع اسمه عين عنوب، بتشوفوا بمدخل الضايع اسم ديانة سعيد فخر الدين محطوطة بأول ضايع، هونيك صارت المعركة. قضى عليه. السؤال الأخير للك، إلى منزل من انتقل رجال الحكم الوطني؟ لأي منزل انتقلوا؟ منزل صائب سلام، الرئيس الجمهورية. خلص خلصوا الاحتمالات.
إلى منزل من انتقل رجال الحكم الوطني؟ حسين الحلبي بشمول. صح. علامة لإلك يا حنا، صار معكم 7 علامات. منتبه معكم كمان برضو بتقطش المدام، اعملوا مشوار قولوا لمدرسكم ياخذوكم رحله عبشمون، بعده البيت موجود اسمه بيت الاستقلال، بعده كل شيء كانوا يستعملوه بال 43 موجود ما شالوا منه شيء لليوم. منتبه معكم. والسؤال الاول بالتحليل الذهني، ما هو العدد الناقص في تسلسل الارقام التاليه؟ 37 132 512 2032. معكم دقيقة لتعطونا الجواب. يلا اعطيني جواب، اعطيني الجواب. 8096. شو الطريقة يا؟ 4 فوق 4. جواب غلط بس. لا بس الطريقة صح، يعني بيطلع لك علامة على الطريقة. تنشوف عندكم الجواب. 8112 فرقت معك شوي بعد. أعطيتنا الطريقة قلت موان كاتر فوا كاتر بتاخد علامة على الطريقة، بس عطيت جواب غلط، هن ما عرفوا عطوه، كانوا لو عرفوا كانوا أخذوا علامة كمان. معلي برافو يا كريستيان، علامة لإلكم صار معكم 8. كا السؤال الأول، ما هو العدد الناقص في تسلسل الأرقام التالية؟ 25 132 774 4626 4626 4626. بدي أذكر الكل إنه الفرقة الثلاثة الأول لهم جوائز مادية، تقديمات بلدية زحلة عناية المعلقة، جوائز هي الفريق الأول 4 كل واحد يطلع له 1.5 مليون ليرة لبنانية، الفريق الثاني 4 كل واحد 1.125 مليون، الفريق الثالث كل واحد من الأربعة بيطلع له 750 ألف. خلص الوقت، عندكم جواب؟ زائد 9 ضرب زائد 9 ضرب 4 ناقص 3 ضرب 6. صح يا نينا، شو الجواب؟ 27738. برافو يا نينا، علامة لكم يا نينا، صار معكي 8 علامات 9 علامات. منتبه معكم بالسؤال الثاني، ما هو الدخيل في المجموعة التالية ولماذا؟ 8 84 124 254 208 8 84 124 254 208.
الجواب؟ 254. ماشي يا أنا ما بنط أصلا مع أربعة. صح يا كريستيان. علامتين لإلكم يا كريستيان. بيكون صار معكم 11 علامة. سؤال للكم. ما هو دخيل في المجموعة التالية ولماذا؟ 126 180 102 154 و خلص الوقت، عندكم جواب؟ 102؟ لا. شو يا حنا؟ ما بتنقسم؟ سانت ليجان 154 ما بتنقسم على 3 دونك على 6 لأنه 3 6 من 2 فوا 3 6 2 وصحت هيك ياه زمطتوا. علامة لإلكم صار معكم 12 علامة. منتبه معكم بسؤال الأخير. استعمل الرقم 5 8 مرات لتحصلوا على العدد 1111. 5 8 مرات 1111. لقيتيها يا لينا يلا. 555 زائد 555 زائد 5 على 5. صح يا لينا. علامتين لكم يا لينا. صار معكم 14. برافو. سؤال لكم. استعمل الرقم 5 8 مرات لتحصل على العدد 160. 60 1 6 0. 5 8 مرات كمان. خمسة وخمسين زائد 55 زائد 5 ضرب 5 زائد 5 ضرب 5. صح صح يا مارك. علامتين لكم يا مارك. صار معكم 6 علامات. نتوقف لحظات قليلة مع الإعلان ومنعود لمتابعة الفقرة الثانية من التحدي الثقافي الكبير. خليكم معنا. قبل ما نبدأ الفقرة الثانية من التحدي الثقافي الكبير بذكر بالعلامات. فريق سي معهم 14 علامة مقابل 6 علامات للكا. نبدأ معكم سي. والسؤال الأول هلأ بكرة القدم. يلا شباب. من هو الإنجليزي لاعب مانشستر سيتي الذي استبعده مدرب المنتخب الألماني من بطولة العام 2018؟ من هو الإنجليزي لاعب مانشستر سيتي اللي استبعده المدرب عن المنتخب الألماني ببطولة 2018؟ لروي ساني. صح يا كريستيان. برافو يا كريستيان. علامتين لكم يا كريستيان. صار معك 16 علامة. انبسط كريستيان. سؤال للك. بمونديال 2018 فازت انجلترا على بنما بفارق كبير. ما هي نتيجة هذه المباراة؟ 6-1 ولا 6-0؟ 6-0. شو يا استاذ؟ 6-1. لا. كريستيان رجع استترك وقال واحد. يلا اوكي هو قال 6-1 رجع قال 6-0. عم تعطيني 6-1؟
شو يا استاذ كمان؟ استاذ كمان رح يحسب لكم اياها، يعني صار ما كنت من علامات. برو 6-0. كريستيان، رح نتابع معك بالسؤال الثاني. من هو اللاعب الذي حاز على جائزة القفاز الذهبي بمونديال 2018؟ تيبو كورتوا. مين؟ هيوغو لوريس. صح. منيح ما سمعتها أول مرة. علمتين لكم يا كريستيان، صار معكم 18. سؤال الكا، من هو اللاعب الذي سجل هدفه 100 بالدوري الإنجليزي الممتاز لينقذ فريقه توتنهام من الخسارة أمام ليفربول بأربع شباط 2018؟ من هو اللاعب اللي سجل هدفه 100؟ هاري كين. صح صح، علمتين لكم، برافو. بتعرف ايش طلعت النتيجة وقتها فيي؟ مش مطلوب السؤال، زيادة معلومات. بتعرفوا انتم الشباب ايش كانت النتيجة وقتها؟ ايه؟ 2-2. 2-2 عفاك، 2-2. هي العلامة لإلي 2-2. سي، سؤال لإلكم. أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم تعيين مدرب مؤقت للمنتخب الوطني بشباط 2018، من هو؟ دال بييرو. دال بييرو. دال بييرو. دال بييرو. لا لا، بس فيها او بس لا. دال بييرو. بتعرف اسمه صغير؟ شو؟ يعني انت شو بتلخص؟ شو شباب؟ قولوا شباب. كونتي؟ لويجي دي بيجو. انت قلت لي ديل بييرو، يعني انا خربطت لي بالاسم، ضيعتني. بس يعني يعني اذا كتبتها بالعربي شيء واذا حطيتها مثل ما هي بالتلياني شيء، عشان هيك رح اسمح لنفسي اعطيك عليه. منك عارف بس مضيع. لازم تنبسط من كرمه لاستاذ كمال، لانه عاده منه كريم. صار معكم 19 علامه. ك، سؤال لكم. لاعب عالمي شهير رفض عرضا براتب 100 مليون يورو سنويا بالدوري الصيني بشباط 2018، من هو؟ من هو اللاعب العالمي الشهير يلي رفض عرض براتب 100 مليون؟ اكيد شكله عم يطلع له اكثر. رفض يروح عند، رفض يروح عند الصينيين. ميسي. ميسي صح. علمتين لكم، صار معكم 12 علامة. سؤال للسي، في أي مسرحية للرحابني غنت فيروز ما في حدا لا تندهي ما في حدا؟ محاكمة. صح يا نينا، محاكمة. سؤال للكا كمان بمسرح الرحابني، بأي مسرحية للأخوين رحباني مثلت فيروز دور زيون؟ ميسر ريم. صح يا محمد، ميسر ريم. علمتين لكم يا محمد. سؤال للسي، أكمل هذه الأغنية للرحابني من مسرحية المحطة. على دلعونا علد عيناهم وعملنا جلسة واحترمناهم. صح يا نينا، علمتين لكم يا نينا، برافو. نينا عم بتساعدك يا أستاذ كمال، عم تحط العلامات. قد ايه صاروا العلامات عندك يا نينا؟ 23. صح يا نينا، 23. السؤال لك، أكمل هذه الأغنية على الرحابني من مسرحية الشخص. رايتك منصوبة والذهب ميزانك، عملني لعوبة واحملني عحصانك. برافو يا محمد، علمتين لكم يا محمد، صار معكم 16 علامة. السؤال الأخير من مسرح الرحابني، في أي مسرحية للرحابني تلعب فيروز دور الملكة؟ بترا. صح بترا. كمان علمتين لإلكن. نوصل لسؤال الأخير من الرحابني للكا، عام 1959 قدم الأخوان رحباني مسرحية جمعت وديع الصافي وفيروز، شو كان اسمها؟ لم
المحاكمة. صح يا محمد. محاكمة علامتين لألكن. صار معكن 18 علامة. نبدأ بسويسرا. والسؤال الأول، قبل انتفاضة الكونفدرالية تحت أي اسم استمرت تعرف سويسرا؟ رابطة مناطق ألمانيا العليا. صح. صار معكم 27. السؤال الأول للك، كم بلغ عدد أنصاف الكانتونات بدولة سويسرا؟ أدي بلغ عدد أنصاف؟ 6 أنصاف. صح. صح يا ديما، علمتين لإلكن. تعرفوا أنا طرحت هالسؤال خصوصي لأنه الناس معتقدين أن سويسرا فيها كانتونات، مزبوط، بس فيها كمان شيء بيسموه نص كانتون. عنده صلاحيات تقريرية بكانتونه، بس ما عنده صلاحيات برئاسة الدولة ككل. هذا الفرق. سي، منتبه معكم بالسؤال الثاني. إلى كم كانتون تقسم سويسرا سياسياً وإدارياً؟ 20 كانتون، 6 أنصاف الكانتون. صح. علمتين لإلكان. السؤال الثاني للكار، ما هو السبب الذي كان يشكل العقبة الرئيسية أمام الوحدة بسويسرا؟ شو هو السبب اللي كان عم بيشكل شو يا ديما؟ تشعب الدين. تشعب الدين، صح. التعددية الدينية. برافو يا ديما. شيء لازم تفهموه، من احنا مثل ما نقينا سويسرا السنه ونقيت سويسرا، بتعرفوا بتعلم الرئيس البلديه يعني المهندس اسعد غيب، وقال لي بدي موضوع سويسرا هيدا نموذج للعالم كله انه نحن عندنا تعدد ديني، اذا تعلمنا من سويسرا بنقدر بالتعدد الديني نعمل دوله موحده تكون نموذج، مشان هيك عم ننقي سويسرا اكزامبل. بالتعدد الديني بالاول اختلفوا ورفضوا يتوحدوا، بعدين وعيوا عرفوا انه الوحده بتعمل وطن، الخلاف ما بيعمل وطن. منتبه مع السي. والسؤال الأخير لسويسرا، حتى العام 1848 كانت الكانتونات ترفض استقبال من؟ كانت الكانتونات ترفض استقبال السويسريين الذين ينتمون إلى ديانة غير الديانة الأغلبية المسيطرة. صح. صح، علمتين لإلك. الجواب جاوبته ملاك شباب، شفتوا شو كان في تعصب؟ إنه إذا أنا بكانتون كاثوليك ممنوع فوت على كونتون بروتستان، والعكس بالعكس. شوفوا لحد وين كان التعصب، كيف فجأة كله داب وركب وطن نموذجي. كا، سؤال الأخير، بماذا اعترفت الدول الأوروبية بمؤتمر فيينا؟ بحياد سويسرا. صح يا ديما، بحياد سويسرا. علمتين لإلكن يا ديما، بيكون صار معكم 22 علامة، بدنا نقلكم هارد لك، مقابل 31 علامة للسي، منقلهم ألف مبروك، نتلقى بحلقة جديدة من التحدي الثقافي الكبير.